السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف الأحوال؟ كل شيء بخير، كل شيء مزيان. دونك هذا اللايف هذا حوت أنني نديرو اضطراري على ود واحد الإشكالية كانت كتطرح عليا بزاف، سواء هنا في الفيسبوك سواء يعني في الواقع. هاد الإشكالية هذه كانوا كيطرحوها عليا بزاف ديال الناس، وهي أن كيقولوا ليك أو دي الدولة يعني المغرب ما مدعمش وما معاونش وما عطيش قيمة الديفلوبمون يعني البرمجة. غادي نحاول انني نهضر بالدارجه، لان هاد الموضوع هذا كيهم المغاربه بزاف، واخا عارف بان الفيسبوك فيه جزائريين مصريين يعني بزاف ديال الدول العربيه، ولكن غادي ندوي بالدارجه لان هاد الموضوع كيهم المغاربه بزاف. المهم حاولت انني نخرج لواحد الغابه قريبه عندنا هنايا باش نحاول انني ندوي يعني بخاطر ديالي. دونك كما قلت لكم بزاف ديال الناس كيقولوا لي اودي راه المغرب يعني الدوله ما معاوناش هاد الدومين هذا ديال ديفلوبمون، ما مدعماش، ما عطياش قيمه، داكشي علاش حنا تاليين في هاد الدومين هذا. هذه اشكاليه يعني خاطئه بزاف، هذه اشكاليه خاطئه 100%، لان الديفلوبمون ماشي غير الديفلوبمون، اي حاجه عندها علاقه بالتصميم بالبرمجه بالشبكات راه يعني راه دوك الناس اللي كاينين في هذاك الدومين هما اللي ممكن يعطيو قيمه لهذاك الدومين، راه ماشي الدوله. الدوله ما عندها باش تعاونك في الديفلوبمون، الدوله مفوره لك كل شيء، مفوره لك الانترنت، مفوره لك البيسيات، مفوره لك كل شيء. دونك انت هي اللي خاصك تعطي باش نقدروا يعني نعطيو قيمه لهذا الدومين هذا. غادي ندوي غير خصوصا غير في الديفلوبمون، لان الدومين ديالي هو الديفلوبمون. علاش المغرب ما عندوش شي قيمه في الديفلوبمون مقارنه مثلا بالهند؟ يعني دونك حيت كتسمع الهند راه كتعرفهم بلي الطوب هما في الديفلوبمون، دونك الهنود راه هما اللي عاطين قيمه لهذاك الدومين. راه اوتوماتيكوم واحد كتمشي للهند راه كتلقاهم مقدين دي بروجي في كل شيء، يعني اي حاجه فيها ديفلوبمون كتلقاهم مقدين شي بروجيات، يعني عندهم ما يقولوا، يعني كي عندهم دي بروجي عندهم. عكس المغاربه ما صراحه ما فيهم ما يقرا، فهمتي؟ باغي يدير مشروع بلا ما يقرا، يعني باغي يدير ابليكاسيون، باغي يدير سيت ويب بلا ما يقرا، يعني كيقول لك بغيت ندير سيت ويب باش نخصني ندير، حيت كتقول لي خاصك تقرا وخاصك تقرا، كيقول لك ودي راه بزاف وما عنديش مع الديفلوب، ما عنديش يعني مع لي كود وهادشي. وهادشي راه غلط، راه خاصك تقرا، راه خاصك ديفلوب مراكب القرايه. راه الهنود علاش هما فايتين في هذاك الدومين؟ هما كيقراو. الا مشيتي غير اليوتيوب وقلبتي على دورات في البرمجه، راه الا مشيتي للهنود راه كتلقاهم هاربين على العالم، يعني حتى في الشرح ديالهم، فهمتي؟ دونك المغاربه بهذا المعنى هذا معجزين، ما فيهم ما يقرا، يعني باغي يدير بروجيات، باغي يدير ابليكاسيون، باغي يدير لعبه بلا ما يقرا، بلا يعني ما يوجد، بلا ما يعمر راسو. دونك داكشي علاش حنا مؤخرين بزاف. وكاين واحد النسبه عاوتاني واحده اخرى، كاينه واحد النسبه ما فيها ما يقرا، فهمتي؟ ما باغياش تتعلم وباغيه تبني دي بروجي، هذه راه شي حاجه اللي ما يمكنلاش تكون. وكاين واحد النسبه واحده اخرى عاوتاني اللي كيقرا، ولكن كيوصل لواحد النيفو كيوقف كيعيا، كيقرا باغي يقد مثلا سيت ويب، كيقرا لي شي تي ام ال، كيقرا سي اس اس، كيبدا يقرا واحد شويه كيوصل لواحد النيفو ما قدرش يكمل، لان البرمجه كما كنقولوا البرمجه راه عواق، يعني مراحل البرمجه راه مشاكل، البرمجه فيها بزاف ديال الحويجات، يعني عقبات، فهمتي؟ يعني كيتجاوز العقبه الاولى، الثانيه، الثالثه، كيوصل لواحد العقبه كيعيا، ما كيقدرش يكمل، كيحبس. دونك نسبه كبيره كتحبس بالديفلوبمون. كنعرف انا بزاف ديال الناس كيقول لك اودي راك ندير ديفلوبمون، حبس بزاف، راه ماشي 100 ولا 200، راه الاف. وباقي النسبه الاخرانيه 1-2% هي اللي كتعطي في هذه البلاد، هذه 1-2% هي اللي كتقرا وكتقاد لي بروجي. مرسال سلطان الشابوتي: استسمح اخي، انا هذا الموضوع هو موجه للمغاربه، لذلك ساقوم بالتحدث بالدارجه المغربيه، استسمح. دونك كما قلت لكم راه الديفلوبمون الا بغينا نطلعوا لمراتب عليا في الديفلوبمون، راه خاص لي ديفلوبور هما او لي بروغرامور راه هما اللي خصهم يعطيو قيمه للديفلوبمون. يعني خاص اولا المغاربه ما كيخدموش كتيم، يعني كفرق، هذه من عادمه في المغرب. علاش لهنا ضاربين علينا؟ راه كيخدموا هما فرق، مثلا الناس اللي خدموا بابجي راه تيم كبيره اللي خدمات بابجي، مواقع كبار راه بحال يوتيوب بحال فيسبوك راه تيم كيخدموا هما يعني مع بعضياتهم. حنا المغاربه لا، كلشي باغي يخدم بوحدو، باغي قد سيت بوحدو، باغي قد، يعني صراحه هذه كاينه في المغرب، يعني كل واحد كيبغي يدير شي حاجه بوحدو، داكشي علاش كيعيا، فهمتي؟ كيعيا وما كيقدرش يكمل وكيوقف. هذه النقطه الاولى، ما كنخدموش كفريق كتيم. النقطه الثانيه، المغاربه بزاف كيخدموا في الريسكين. المغربي صراحه باش نجي صريح، المغاربه ما كيقدروش يبنيو الكود ا زيرو، فهمتي؟
يعني كيشوف مثلا خاصو ميسرق ويبدل، فهمتي؟ كيبغي يدير ريسكين، يعني انه يشد مثلا ابليكاسيون وموديفي عليها ويلوحو، ولا يشد سيت ويب وموديفي عليها ويلوحو. دونك مغاربه معكازين انهم يبداو ا زيرو، راه خاصنا نتعلمو نبداو ا زيرو. راه اوتوماتيك كتبدا ا زيرو كتفهم مزيان شنو كدير، زائد انك كتحترف، يعني كتوصل لواحد النيفو محترف. الله اكبر، هذا المغرب. دونك كما قلت لكم المغاربه ما كيبداوش ا زيرو، دائما كيبغيو الحاجه الواجده، الريسكين، يعني كيخدموا في الريسكين، يعني الهندسه العكسيه، كيبغي يشد التطبيق، كيبغي يشد واحد المشروع ويشونجي فيه يموديفي فيه يلوحو لعباد الله، يعني بهذا المعنى هذا. وثالث حاجه، يعني قلنا الاولى انه ما كنخدموش كفريق كتيم، النقطه الثانيه ما كنخدموش المشروع ا زيرو، والنقطه الثالثه النصائح، يعني كتعطيه نصيحه هذه تفيدو ما كيسمع ليكش، كتقول ليه ودي راك غادي فواحد الطريق اللي ماشي هي هذيك ما كيسمع ليكش، كتقول ليه ودي قرا هذه راه احسن من هذه ما كيسمع ليكش. دونك المغاربه ما كيتقبلوش واحد النصائح برمجيه اللي تقدر تعاونهم وتفيدهم. داكشي علاش كتلقى واحد مبتدئ كتقول ليه ودي هذيك الطريقه راه ما غتوصلكش ما كيسمع ليكش، فريمون كيبقى غادي عام عامين حتى كيوقف كيخرج من الدومين، لانه ما سمعش الكلام ديالك اللي نتايا قديم ولا محترف عليه، وكيلقى راسو يعني ما داير والو. دونك هذه الموضوع اللي باغي نهضر معاه باستعجال. اللايف غادي يبقى عندي في الفيسبوك باش اللي باغي يعاود يشوفو. اشكاليه ديالك كيقول لك الدوله ما عطيتش لهاد الدومين، الدوله ما عندهاش علاقه بالديفلوبمون ولا التصميم ولا اي حاجه، راه الاشخاص اللي في هاد الدومين هما اللي ممكن يعطيو قيمه. يعني حيت كنقولوا راه امريكا مثلا محتله الرتبه الاولى في الديفلوبمون، راه هادوك لي ديفلوبور هما اللي عاطين قيمه. الهنود كذلك، راه الهنود هما اللي عاطين قيمه للديفلوبور، يعني كيبنيو وكيقادوا وكيقلبوا وكيبحثوا حتى عطاو راسهم قيمه. حنا المغاربه لا كما قلت لكم العكاز، ما فيه ميقرا، كيخدم غير في الهندسه العكسيه اللي عندي الريسكين، يعني انه كيجيب كود يشونجي عليه الا نصحتيه ما كيسمع ليكش النصائح. داكشي علاش ما كنخدموش كتيم كفريق، داكشي علاش حنا كنتعتبروا يعني الرتب الاخيره في يعني في البرمجه ولا في التصميم ولا هذا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الميساج ديالي هذه، وشكرا بزاف لجميع الناس اللي متبعيني في فيسبوك ولا في فلاشين ديالي، شكرا لكم.